ميزان الرقم ما يخوفش، لكن اللي يخوف هو السرعة في النمو المادي. الإشكال في تونس أنه العجز هذايا الداخل، يعني المصاريف شهدت تطور كبير لم يقابلها، يعني تطور بنفس المستوى على مستوى المداخيل، وبالتالي الجاب هذايا الفارق يعني صار كبير. احنا توا مثلا في سنة في ميزانية نتاع 2014 يعني ثم تقريبا نسبة مصاريف تقريبا 28 مليار، ومداخيل نتاعنا المداخيل الذاتية، المداخيل الذاتية يعني ما تجاوز تقريبا 20 مليار، ابري اقل شوية من 20 مليار، يعني انه هناك عجز هيكلي في الميزانية العمومية تقريبا بالثلث. اولا اللي با يعني ما يسوتناه على ما نجموش نكملوا كاك، يعني تقريبا لوتيير يعني بتاع البودجي ما هم معناش تمويل ذاتي نتاعو، وكذلك شد نتيجة الهامة والأساسية على المسألة هذه هو يعني المديونية كبيرة، يعني المديونية يعني تطور كبير في المديونية. سنطلق في أعداده تقريبا قبل نهاية الأسبوع، يعني على مستوى الوزارة في النقاشات الأولى قبل نهاية الأسبوع هذا، اجتماع اول اجتماع سيكون يعني قبل نهايه الاسبوع، وبطبيعه الحال باش نستدعيه بعد كل الوزارات الاخرى، وفي نفس الوقت يعني ممكن اسبوع او اسبوعين بعد باش ننطلقوا في اعداد لقانون الماليه 2015. قضيه الاصلاح الجبائي يعني ستكون قضيه هامه، الاسراع في الانتهاء منها يعني قبل ان شاء الله اتمام معناها الكونسلتاسيون ناسيونال، معناها الاستشاره الوطنيه في الجهات. عندنا تقريبا اربع استشارات جهويه باش نعملوا نقوموا بها، باش نحاولوا نلموا الجهات مع بعضها، ونحاولوا نخرجوا يعني ببرنامج واضح معناها اللي باش يكون على اساسه باش نبنيو ميزانيه 2015. والهدف كما قلنا معناها هي ايجاد موارد اكثر لتغطيه المداخيل نتاعنا. كما تعرفوا معناها واللي انتم قاعدين متابعينها، واللي باش كل شفافيه باش نعلمكم وين وصلنا فيها، باش نحاولوا معناها من هنا فصاعدا فين عملنا اي تطور نعلمكم به. هي مساله التدقيق في البنوك، يعني هي ما نسميهاش تدقيق، هي اصلاح يعني اعاده هيكلتها واصلاح تدخل الدوله في القطاع البنكي يعني بصفه عامه. المسألة هذه كما تعرفوا انطلقت في سنة 2013 بعملية تدقيق لثلاثة بنوك وطنية، ثلاثة بنوك وطنية اللي هي الاس تي بي والبيهاش والبيانا. احنا في هذه الحكومة قلنا ما نحبوش التدقيق او ما نحبوش عملية اصلاح دور الدولة في البنوك، يعني سليميت يعني يقتصر على ثلاثة بنوك، نحبوا يعني التفكير في يعني مسائل اكبر، دور السي دي سي يعني كاس دو ديبو دو كونسيناسيون، يعني وعديد القضايا الاخرى. في هذا اين وصلنا في هذا الاطار؟ في هذا الاطار تقريبا اولا مساله التدقيق نتاع البنوك، هذه التدقيق نتاع البنوك تقريبا التدقيق انتم يعني مهتمين كان بالتدقيق المالي، هو التدقيق ما فيش كان الجانب المالي، التدقيق فيه عديد الجوانب، فيه تدقيق اجتماعي، فيه تدقيق هيكلي، فيه تدقيق نتاع بيرفورمانس معناها دو نجاعة، وفيه التدقيق المالي اللي هو جزء من التدقيق. ثلاثة بنوك تقريبا انتهينا، زوز بنوك تقريبا انتهينا من عملية التدقيق، ما زال برك في التدقيق المالي بعض الـ يعني العمليات اللي باش تمكننا يعني في الايام القادمه مش منتهيين نهائيا حتى من التدقيق المالي. بالنسبه للبنك اخر اللي هي البي ان ار، يعني باش ننطلقوا عمليه الاوديت اللي صارت، يعني ما كانتش في مستوى من الناحيه المهنيه في مستوى يعني توقعاتنا، وبالتالي قررنا وقررت الشركه، لانه تعرف لي زوديت هذوما ما همش وزاره اللي عملتهم، لي زوديت هذوما يعني لي كونترا بين البنوك وال هكا محمد بين البنوك ولي كابيني دوديت. دونك ثم دو يعني البنك الاسكان والبنك والاس تي بي انتهينا منهم، والبنك الفلاحي يعني قررنا باش نتوجهوا
الـ يعني كابينيت وديت اخر ثاني، وان شاء الله اليوم يعني باش ناخذوا قرار على انتهاء القرار يعني على مستوى الحكومه للاتفاق مع كابينيت وديت اخر. احنا اكدنا على الكابينيت وديت الجديد اللي باش ناخذوه ان شاء الله، اكدنا على ضروره الاسراع وربح الوقت اللي خسرناه باش معناها لي زوديت يكونوا تقريبا يعني ما يتراكمش، حتى كي نبداو في عمليه الاصلاح تبدا تقريبا في نفس الوقت. بقى في نفس الوقت احنا التزمنا في نفس الاتجاه باش نعملوا يعني نظره استراتيجيه لدور الدوله في القطاع البنكي. دور الدوله في القطاع البنكي هذه الليتود هذه انطلقت، وان شاء الله باش نعملوا ندوه يعني الليتود هذه نتصوروا انه قبل نهايه شهر ابريل باش نكملوها. من بداية الألفية يعني كان هناك إجماع في تونس أنه نمط التنمية اللي تم اتباعه في السبعينات والثمانينات يعني وصل إلى إشباع يعني انتهى، وقع إلى أزمة، وبدأ الحديث من تقريبا من بداية الألفية وقع الحديث على ضرورة اتباع نمط تنمية جديد ونمط تنمية يعني يختلف عن النمط التنمية اللي كان مرتبط اساسا يعني بالقيمه الرخيصه لقوه العمل في تونس. عديد القطاعات في هذا الاتجاه تطور، قطاعات التكنولوجيه، لكن لم يعني نخرج من نمط التنميه القديم. ومن نتائج يعني فشل نمط التنميه هذا هي بطبيعه الحال تكاثر يعني الفوارق بين الجهات، وتكاثر بطاله اصحاب الشهائد كذلك. هذا بعد الثورة إذن الحديث والنقاش وطلب يعني بناء نمط تنمية جديد أصبح حاجة ملحة. كما تعرفوا ثم صارت عديد الندوات، عديد المحاور حتى في الصحف متاعكم حول نمط تنمية جديد. هذا نحب نقول أنا انطلقنا في العمل هذا، وهذا عمل كما تعرفوا ما يهمش وزارة الاقتصاد والمالية فقط، يهم وزارة الاقتصاد والمالية باعتبار الاستثمار هو جانب من اهتماماته، لكن يهم وزارات أخرى، يهم وزارة الصناعة ويهم وزارة التكنولوجيا باعتبار أنه القطاعات الجديدة هذه مش تكون في قطاع في التكنولوجيا مش يكون يعني عنده وجود كبير، يهم كذلك الفلاحة وحتى التجارة. انطلقنا في عمل تقريبا بين الخمسة وزارات هذه، وعمل زاد كذلك مع يعني في تفكير في الانطلاق عمليا يعني زينا من الحديث نحبه يعني من هنا يعني تقريبا نهاية قبل الصيف أتوكا يكون عندنا تصور يعني واضح لما هو نمط التنمية الجديد وما هي ستة أو سبع قطاعات الاستراتيجية اللي بشي تبنى عليها تنمية في العشرين أو 25 سنة الجاية. هذا كذلك يعني العمل بدأ يتقدم، مش نعمله تقريبا لقاء قلنا يعني من هنا زادة كيف النهاية أفريل، لقاء مع الخبراء ولقاء مع الأخصائيين ولقاء مع اتحاد الصناعة والتجارة وعديد المنظمات الوطنية، انطلاق يعني الأشغال لضبط يعني الاستراتيجية الجديدة هذه. يعني انطلقنا مش نحاولوا من هنا لنهاية أفريل مش نعمل ندوة وطنية حول نمط التنمية الجديد. هو إصلاح هيكلي لكن أكيد وضروري يعني لتخفيض الضغط يعني على الميزانية العمومية في الوضع الحالي. أنا حكاية لفرفيتها حكاية يعني عديد الأشياء اللي ضروري الآن ناخذ فيها قرارات عاجلة، وراهو معناها كما قلت يعني ثم قرارات عاجلة وآجلة، وهذه القرارات هذه يعني تقريبا احنا وصلنا المراحل الاخيره يعني للانتهاء منها والاعلان عليها. حاولنا باش نحاول انه تكون طبعا في اطار الحوار الوطني نحكيه في القرارات هذه، وبعد يبدا التطبيق نتاعها يعني في اقرب وقت. مساله التعويض سيقع تطبيق كل ما ورد في قانون الماليه نتاع 2014.